فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها. وإن شئت أن تفسر لا إله إلا الله بالقرآن فعندك في القرآن آيات كثيرة جدا تفسر لك لا إله إلا الله. فلو قال لك قائل ما معنى لا إله إلا الله، قلت معناها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعريف صحيح أو لا؟ لأن اعبدوا الله إثبات، لا تشركوا به شيئا نفي، هذا هو معنى لا إله إلا الله. أو قلت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. أو قلت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو قلت إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه كلها آيات تفسر لا إله إلا الله وتبين معناها. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وعليه فإن من يشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله عليه أن يعرف العبادة ما هي حتى لا يصرف شيئا منها إلا لله للمعبود بحق سبحانه وتعالى. نعم.